اختي مريضه مرض مزمن عندها صرع وما بتصومش خالص والدها ما كانش بيدفع عن اختها اي كفاره ولا هي فيدي. من 16 ل 36 سنه هل المرض المزمن ده اللي هو يستحيل معاه الصيام لازم معاه فديه اه بسم الله الرحمن الرحيم هو بالنسبه للمريض الذي لا يرجى شفاؤه زي زي الصرع وزي الكانسر والعزب بالله وزي الامور دي كلها بنطلع فديه ما بنصومش فهل هي دلوقتي لها فلوس خاصة بيها ولا مالهاش؟ لو لها فلوس خاصة بيها إذا واجب أن نخرج الفدية آه الفدية عنها. طيب مالهاش يبقى كده إخراج الفدية تعتبر آه ليست واجبة إنما آه. يجوز لوليها نخرج عنها وليها اللي هو المسؤول عنها يعني. اللي هو والدها. ما هو ولدها كان والدها. طيب مم. الفلوس اللي كانت على والدها دي؟ اه لا تندفع تسقط ولا تندفع؟ لا ما, تسقط ما تسقطش. ده دي يعتبر ديون. وده حق من حقوق الله سبحانه وتعالى. تتحسب ازاي بقى يا الشيخ؟ بال يعني بالمواءمة كده. عندنا يعني مثلا آه. من عشر سنين كان الفديه سن مثلا الفديه بتسعر بتخرج 5 جنيه في اليوم او 7 جنيه في اليوم يعني تقديرية. ونشيل منها الأيام اللي المفروض هي بالزبط. بتفطرها وكده. اه ومن 10 سنين يحسبوها بسعر زمان. اه بالظبط بالظبط. آه. آه. تمام. م. طيب